في إطار الزيارة الرسمية لوفد مملكة البحرين الاقتصادي برئاسة سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة إلى مملكة تايلاند الصديقة، عقدت اللجنة التوجيهية المشتركة والمنبثقة عن مذكرة التفاهم في مجال التعاون في الأمن الغذائي والاستثمار في المنتجات والسلع الغذائية وبالأخص في الأغذية الحلال الموقعة بين مملكة البحرين ومملكة تايلاند، عقدت اجتماعها الأول اليوم بالعاصمة التايلاندية بانكوك. وفي كلمته الافتتاحية لاجتماع اللجنة أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة حرص حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وحكومة مملكة البحرين على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدولتين الصديقتين، مشيرا إلى أن الزيارات المتبادلة بين أقطاب القطاعين العام والخاص خلال السنوات الماضية واتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم المبرمة بين البلدين في مختلف المجالات تعد مؤشرا واضحا على العلاقات الوثيقة والعميقة بينهما. عقد اليوم الاجتماع الأول لمجموعة مذكرة التفاهم في مجال الأمن الغذائي وتطوير الصناعة الغذائية بين مملكة البحرين ومملكة تايلاند في العاصمة التايلاندية بانكوك، وتوصلنا إلى نقاش مثمر بحيث أن احنا نقوم بتطوير العلاقة في هذا المجال بما يخدم مصلحة مملكة البحرين في تأمين الأمن الغذائي للمملكة واستثمار المنشآت التايلاندية والشركات التايلاندية في هذا المجال وخلق البحرين كمركز إقليمي لهذه الشركات التايلاندية لخدمة منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط. كان اجتماع مثمر وطلعنا بنتائج طيبة إن شاء الله، وسوف يتبع هذا اجتماع آخر إن شاء الله في مملكة البحرين في مطلع العام القادم لتطوير التعاون في هذا المجال. كما تم أيضا التطرق إلى المزيد من التعاون في مجال المنتجات الحلال وما يطابق الشريعة الإسلامية، وقمنا بزيارة إلى مركز في جامعة في تايلاند لهذا الشأن، وتم التناقش معهم عن كيف ممكن جعل البحرين أيضا مركز لإصدار هذه الشهادات للمنطقة والمنتجات التي تنتج في منطقة الخليج العربي. أعلنت شركة أسري لإصلاح السفن عن إطلاق قطاع التصنيع والهندسة ضمن مجالات عملها والتي تتضمن خدمات تصنيع وصيانة للوحدات والهياكل الحديدية وشبكات الأنابيب والمنصات البحرية وبناء السفن. ويعتبر هذا القطاع الجديد والرابع ضمن تخصصات الشركة الرئيسية والتي تشمل خدمات إصلاح وتحويل السفن والمنصات البحرية والسفن الحربية. وقد صرح الرئيس التنفيذي لشركة أسري أندرو شو بأن إطلاق قطاع التصنيع والهندسة الجديد يأتي كاستجابة للطلب المتنامي في المنطقة على المنشآت التصنيعية عالية الجودة. وقد أوضح أندرو شو بأن التطورات الحاصلة في القطاعات الصناعية كقطاع البتروكيماويات والتحلية والطاقة على مستوى البحرين والخليج العربي قد أدت إلى رفع الطلب على منشآت التصنيع بما يفوق العرض الحالي، مما أتاح لأسري لاغتنام هذه الفرصة. لدينا 40 سنة من الخبرة المتراكمة والدراية بهذا المجال. دراساتنا تشير إلى أن هناك ما يقارب 490 مليار دولار أمريكي في هيئة مشاريع في هذه المنطقة، وهذه المشاريع تتطلب إلى حد كبير خدمات تصنيعية وهندسية عالية الجودة، وهذا ما نحن نقدمه، وهذا ما يجعلنا على ثقة كافية أن نطلق مثل هذا القطاع ونكون في الخط الأول من مقدمين هذه الخدمات. نحن في شركة أسري نؤمن بأن المشاريع في المنطقة أولى بها أن تنفذ من قبل الشركات في المنطقة، ولكن بشرط أن تكون هذه الشركات على المستوى العالمي من الحرفية وتقديم الخدمات، وهذا ما تقدمه أسري. كشف رئيس جمعية البحرين العقارية ناصر الأهلي أن مؤسسة التنظيم العقاري تعتزم إصدار قانون جديد لإلزام جميع المطورين العقاريين بتأسيس اتحاد لملاك الشقق بعد صدور القانون رسميا خلال الربع الثالث من العام الجاري. وقد أوضح الأهلي للنشرة الاقتصادية أن القانون الجديد سيلزم المطورين في البحرين بتأسيس اتحاد للملاك ودفع اشتراكات لأعضاء الاتحاد لصيانة المبنى، وذلك من أجل استمرارية العمارات والحفاظ على المرافق والخدمات ولتقليل المشاكل التي يواجهها التملك في البناء العمودي.
ويهدف تأسيس اتحاد للملاك في المشاريع العقارية المشتركة بحسب الأهلي إلى تحمل الملاك مسؤولية التأكد من حسن إدارة العقار واستيعاب الجوانب المالية للمبنى وإدارة عمليات الصيانة. كانت بعض القوانين موجودة، صدر قوانين يمكن في عام 1978، عام 1990، عام 1993، صدر قوانين حق بيع طبقات الشقق اتحاد الملاك، ما نقول احنا ما صدر، لكن ما كان في جهة تنفيذية لها. فابتدينا الحمد لله في مؤسسة التنظيم العقاري والتعاون مع الجهات المعنية كغرفة تجارة صناعة البحرين، جمعية المطورين، جمعية البحرين العقارية، كل هالمؤسسات العمل مع مؤسسة التنظيم العقاري من خلال إيجاد يمكن نقول نظام خاص لبيع طبقات الشقق. والكل ينتظر طبعا هذا القانون. احنا نقول الحمد لله يعني انجزنا الكثير من مواد القانون بعد صدور مؤسسه التنظيم العقاري بمرسوم رقم 27/2017. اليوم في اللوائح الداخليه حق بيع اتحاد الملاك، ان شاء الله اتوقعها خلال يمكن على نهايه 2018 تكون يعني معظم القوانين تخص بيع الطبقات والشقق، ومن ثم بيع في اتحاد الملاك حق المشاريع الكبيره كجزر، كمشاريع مثل درة البحرين، ديار المحرق، مثلا أمواج، رفع بيوز، بعد لها قوانين خاصة في اتحاد الملاك في هذه. ونتابع الآن أسعار صرف دينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا الأسبوع. نبدأ مع بورصتنا المحلية، حيث أقفل المؤشر العام اليوم عند مستوى 1330 نقطة بارتفاع نسبته 0.63%، وذلك عائد لارتفاع قطاع البنوك التجارية وأيضا قطاع الاستثمار. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة اليوم 4,547,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 700,000 دينار، تم تنفيذها من خلال 110 صفقات. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الاستثمار، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة بنسبته 57% من قيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة. ننتقل الآن إلى إغلاقات البورصات الخليجية التي تلونت باللون الأخضر في ختام التداولات الأسبوعية مع تقليص النفط لخسائره صباح اليوم. نبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت بتراجع، وكان الخاسر الوحيد في تداولات اليوم بتراجع نسبته 0.85% مغلقا عند مستوى 8177 نقطة، متأثرة بانخفاض كافة مؤشرات البورصة السعودية. ننتحول إلى بورصة الكويت التي أغلقت بارتفاع بنسبة 0.95% مغلقا عند مستوى 5180 نقطة، وذلك بدعم إيجابي من ارتفاع مؤشر القطاع الموارد الأساسية وأيضا البنوك التجارية. ننتقل إلى سوق أبوظبي للأوراق الذي شهد ارتفاعا بنسبة 0.20% مغلقا عند مستوى 4603 نقاط، مع ارتفاع الأسهم القيادية في قطاعات الطاقة والاستثمار وأيضا البنوك، فيما أقفل سوق دبي المالي بارتفاع أيضا بنسبة 0.67% مغلقا عند مستوى 2880 نقطة، مدعوما بصعود بارز لجميع مؤشرات البورصة بقيادة قطاع الخدمات. في حين سجل سوق مسقط للأوراق المالية ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.02% مغلقا عند مستوى 4523 نقطة، مدعوما بارتفاع مؤشر قطاع الخدمات وأيضا الصناعة. وفي خبر آخر، بلغ حجم الائتمان المصرفي المقدم للقطاع الخاص بالسعودية بنهاية شهر إبريل الماضي من العام الجاري نحو 1.37 تريليون ريال بارتفاع نسبته 1.43% على أساس سنوي. وبحسب بيانات رسمية، فإن حجم الائتمان المصرفي للقطاع الخاص في السعودية شهد تحسنا ملحوظا في عملية النمو للشهر الرابع على التوالي،
مسجلا في إبريل أعلى نسبة نمو منذ 3 أعوام، وسجل النمو في حجم الإقراض للقطاع الخاص أول نمو على أساس شهري منذ شهر إبريل عام 2017، ويشكل ناتج القطاع الخاص نحو 69% من حجم الناتج غير النفطي في المملكة العربية السعودية بحسب ما ورد في صحيفة الاقتصادية السعودية. أكدت شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك أنها تمتلك حاليا طاقة إنتاجية من النفط تقدر بنحو 3.3 مليار برميل يوميا، مشيرة إلى مواصلة مسيرتها لزيادة طاقتها الإنتاجية إلى 3.5 مليون برميل يوميا بنهاية العام الجاري. وأكدت الشركة الاستعداد لزيادة إنتاجها بالتنسيق مع منظمة أوبك واللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة إنتاج النفط للدول الأعضاء وغير الأعضاء في المنظمة. وأوضحت أدنوك أنها تمتلك القدرة على زيادة إنتاجها من النفط بمئات الآلاف من البراميل يوميا، ويمكن استخدامها في حال تطلب الأمر ذلك. النشرة مستمرة من تلفزيون البحرين، وفيها بعد قليل: مجموعة جنرال موتورز الأمريكية تحذر من فرض رسوم جمركية على قطاع السيارات. في ألمانيا حذرت المستشارة أنجيلا ميركل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خطر ما اعتبرتها حربا تجارية في حال نفذت الولايات المتحدة تهديدها بفرض رسوم جمركية على وارداتها من السيارات الأجنبية. وقالت ميركل أمام مجلس النواب في برلين أن الولايات المتحدة سببت نزاعا تجاريا بعدما رفعت الرسوم الجمركية المفروضة على الفولاذ والألمنيوم، ويمكن أن تسبب حربا تجارية إذا فرضت رسوما على السيارات. وفرضت إدارة ترامب تعريفات جمركية على واردات الصلب والألمنيوم القادمة من أوروبا، وتدرس إضافة